هيبة سماء مصر وأمنها هي محمتهم، فلا يستطيع كائن من كان أن يعكر صفو سمائنا. فمهما بلغت التحديات، درع مصر وحصنها دوما قادر على الصبر في أصعب الأوقات. إنهم رجال الدفاع الجوي، حماة سماء جمهوريتنا الجديدة. تعد القوات المسلحة المصرية منذ نشأتها أهم الجيوش العربية، وهو ما جعلها تشكل الركيزة الأساسية للأمن القومي العربي خلال القرن الماضي والحالي. حروب كثيرة خاضتها مصر أنهكت قدراتها وصولا للعدوان الغادر عام 1967، والذي استهدف القواعد الجوية ودمر الآلة المصرية العسكرية، وتعرضت المصانع والمدن الرئيسية والأهداف الحيوية للتدمير. ومن رحم المعاناة تولد البطولة. سطر رجال الدفاع الجوي ملحمة بناء حائط الصواريخ ليكون اللبنة الأساسية لتحقيق نصر أكتوبر عام 1973. ويمر الوقت وتمضي السنوات، ويشهد العالم قفزة في تكنولوجيا التسليح مع تعاظم المتغيرات الدولية والتهديدات على كافة الاتجاهات الاستراتيجية. وبحلول عام 2014 وبرؤية ثاقبة تتطلع إلى المستقبل والتطوير، وبدراسة واعية للتاريخ، اعتمدت القيادة السياسية رؤية استراتيجية مدروسة لتطوير الغير مسبوق والتحديث الشامل في كافة المجالات، لوضع القدرات الحقيقية لمواجهة التحديات والتهديدات الحالية والمستقبلية. ونتيجة هذه النهضة التي أدت إلى زيادة الأهداف الحيوية والقومية، تطلب ذلك وجود قوة وقدرة لحماية سماء الجمهورية الجديدة ومقدراتها وإنجازاتها، انطلاقا من مبدأ من يملك القوة يستطيع أن يفرض إرادة السلام. إن من لا يملك جيشاً وطنياً وسلاحاً عصرياً لا يملك أمناً. وحظيت قوة الدفاع الجوي بنصيب وافر من التطوير والتحديث، وشمل التطوير الآتي: تطوير عناصر الاستطلاع والإنذار لتكوين منظومة متكاملة أكثر فعالية في الاكتشاف والإنذار المبكر عن العدائيات الجوية الحديثة والتي تستخدم أحدث تكنولوجيا الإخفاء وقدرات المناورة العالية. ضمت أجهزة رادار للكشف والإنذار وأخرى لتوجيه المقاتلات. تطوير نقاط المراقبة الجوية بالنظر بأحدث الأنظمة البصرية العالمية. تطوير الأنظمة الصاروخية بانضمام أنظمة حديثة مع تنوع مصادر التسليح ودقة عالية في الاكتشاف والإصابة، مع تطوير نوعي في التكنولوجيا المستخدمة لتحقيق مديات مختلفة، منها أنظمة صواريخ قصيرة المدى لتوفير الوقاية وتحقيق القدرة على الصمود، تتميز بإمكانية الاشتباك مع الأهداف الجوية المتنوعة أثناء الثبات أو الحركة. منظومات صواريخ متوسطة المدى لتوفير التغطية بالصواريخ عن الأهداف الحيوية، تتميز بقدرات اشتباك عالية وخفة في الحركة والقدرة العالية على المناورة. بالإضافة إلى منظومات صاروخية متعددة ذات إمكانيات قتالية عالية. تطوير الأنظمة الصاروخية المحمولة على الكتف وتزويدها بمستشعرات وقنوات بصرية وأجهزة رؤية حديثة لتكون أكثر فاعلية بما يتناسب مع المهام المكلفة بها.
تطوير أنظمة المدفعية المضادة للطائرات المجرورة وذاتية الحركة بأنظمة متطورة حديثة مزودة بأجهزة رادارية تزيد من دقتها مع تقليل زمن رد الفعل لها. تطوير مركز القيادة الآلية بتكنولوجيا وأياد مصرية 100% وتأمينها ضد الهجمات السيبرانية لمراقبة المجال الجوي المصري والسيطرة على التحركات الجوية المدنية والحربية وعدم السماح بأي اختراق لمجالنا الجوي. تطوير الدعم الفني لمنظومات التسليح لتوفر أعلى مستويات التأمين الفني للعناصر المقاتلة للوحدات يتم استخدامها طبقا لأحدث النظم الإلكترونية للسيطرة على المخزون لضمان الحفاظ على الصلاحية الفنية والكفاءة القتالية للمعدات. تطوير العملية التعليمية للارتقاء بالمستوى العلمي والفني التخصصي لمقاتلي الدفاع الجوي وإعدادهم نفسيا وبدنيا وتطوير المناهج العلمية والبيئة التعليمية بنظام الساعات المعتمدة وتطوير البنية التحتية للمعامل الهندسية واستخدام المقلدات التخصصية ومجالات الدراسات العليا مع فتح أقسام للحاسب والميكاترونيكس. وظهر ذلك جليا في تنظيم مسابقة الابتكارات العلمية والمؤتمر الدولي للاتصالات، بالإضافة إلى تأهيل الضباط بأعلى الدرجات العلمية وحصولهم على درجة الماجستير والدراسات العليا. تميز واحترافية لتنفيذ المهام القتالية ليلا ونهارا، ظهر ذلك جليا في المشاريع التعبوية والتكتيكية مما أدى إلى سعي العديد من الدول لتنفيذ التدريب المشترك مع قوات الدفاع الجوي المصرية. واليوم يشرق فجر جديد أصبحت فيه قوات الدفاع الجوي منظومة استراتيجية متكاملة متعددة المديات والارتفاعات والترددات والقدرات العالية على اكتشاف الأهداف بما فيها الصواريخ الباليستية والطوافة والأهداف المخفاة والطائرات الموجهة بدون طيار. تطوير هو الأمثل للتصدي لكافة العدائية الجوية الحديثة وتحقيق القدرة على حماية قدسية سماء الوطن وإنجازاته. طفرة نوعية هائلة شهدتها قوات الدفاع الجوي وكبها الاهتمام بالفرد المقاتل إداريا بتشييد المعسكرات الحديثة بما يواكب أحدث النظم العالمية، فضلا عن التطوير المستمر لدور الدفاع الجوي والقرية الأولمبية المتكاملة لخدمة القطاع الرياضي المدني. ولا تنسى قوات الدفاع الجوي إحياء ذكرى شهدائها الأبرار الذين ضحوا بكل غال ونفيس في معارك الشرف والبطولة بوضع إكليل الزهور على النصب التذكاري لشهداء الدفاع الجوي. جهد متعاضل في التطوير والتحديث داخل قوات الدفاع الجوي أتى ثماره اليوم ليعلن عن قوتنا الرابعة في حماية سماء مصر. الجيش المصري جيش قوي صحيح، ومن أقوى جيوش المنطقة صحيح، ولكن هو جيش رشيد، جيش بيحمي مش بيهدد، جيش بيأمن مش بيعتدي. دي استراتيجيتنا وده عقائدنا ودي ثوابتنا اللي ما بتتغيرش. العافي هذا شكل لقمته. وتبقى قوات الدفاع الجوي مرادفا لمعنى القدرة العسكرية، فلا بقاء بغير قوة ولا نماء بدون أمن، فهم القادرون على التصرف ما بين الأرض والسماء، فهم رجال أشداء قادرون على حماية مقدرات الأمة المصرية على كافة المحاور والاتجاهات الاستراتيجية. لهم السيادة فوق الأرض والريادة في الأجواء. إنهم رجال الدفاع الجوي، حماة سماء جمهوريتنا الجديدة.